حبيبتي؟ شو رأيك نعمل عزومة برمضان؟ شو وقت ولا شو رأيك؟ هلا ما عليكي، ما أنا عم بوفر، بنحكي مع سامر ومرته، أحمد وعيلته، وبحكي مع إخواني، ما هم صاحبي معاهم، بتسلوا. أنا صوت. أبو محمد. بس أنت كيف عم توفر؟ وهاي عزمت لك أبو عادل. زين؟ آه عادي، وبما إنه عزمنا أبو عادل نعزم أبو عوني وولاده. آه صحيح، وعزمت الجار كمان. بس ولا يهمك ما تخافي، وصيت كل شيء من برا. هات كيف لو ما عم توفر؟ ما انا عم بوفر مع بنك الاسكان، حتى احلى من بعيد. ما فيش بعيد، حلمك صار بالايد مع جوائز حسابات التوفير، كيلو ذهب يوميا خلال شهر رمضان لرابح واحد. بنك الاسكان، بنكي للحياه. سينا نعزم ابو لؤي كمان.